الحضور اللي رافق هذا الخطاب اليوم وصلاة الجمعة لم تشهده طهران وعموم الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ وفاة الإمام الخميني عام 79. تصور أنه مصلى الإمام الخميني كان مزدحم بالمصلين في الساعة 5 فجرا، مع العلم المراسم بدأت بالعاشرة والنصف. إذن هناك حضور وتحفيز وتعبئة وتحشيد جماهيري لهذا اليوم وتأييد قوي جدا. نعم هو جدد يعني هذا الحضور الجماهيري هو تجديد للقوة والصمود وتجديد العهد بالشهداء. بالحقيقة يعني خليني هم أعرج على فت قضية أخرى جدا مهمة وردت في خطاب السيد الخامنائي ووردت في مقدمتك في بداية البرنامج. تساءلت ماذا يمتلك هؤلاء لكي يقفوا بوجه الاستكبار؟ أنا أقول أنهم يمتلكون الإيمان، وهذا سر وسلاح ما ممكن أي سلاح آخر أن يقف بوجهه. والمقولة تقول أن النصر حليف أكثر الناس إيمانا به. المحور المقاومة اليوم أنا أعتقد هو في عصر الذهبي، يمر في أقوى مراحله تطوره نضوجه وحدة الساحات. الإمام السيد الخامنائي عندما ذكر أفغانستان وذكر اليمن وذكر لبنان وذكر فلسطين وذكر العراق، هذه الساحات كلها يعتقد بأنها هي مشتركة وقادرة على الوقوف في وجه الاستكبار العالمي.